واصح نمك أرجع سدة محاكرة أرجع سدة محاكرة على الشباب يا ساك أرولتي أفرتا صباح نما أما تمسع ثلاث صبحي أنت ثلاث اللي قلين كار محاكرة حي وير هل مرقصة ولا قادين رنتي دي ماذا أقول دبلة يديكان كبريسة يسبي دي عانو اللي هو بيقصة ويرين أدوه كل يتوه هل كاس محاكرة ده كل يتدقال واحد عاي واي هي دقالك وحال اللي هي قصارة حوق لا يا كده شيء محد نو شيء كرتاه مدنوري مال دجال وقطع أفكر دجال ما يجي يسمى محاكرة هذا شدة مال دجال قطع يا خسارة محاكرة خسارة واجرة كل يوم محاكرة هذا خسارة حقه وبدين ما خلاص يحسد ورا إنه هل هو حشيج يعني إن إذا ما دولة دا كيك جريودين كدواد صدنا عسكري أنت ما ينوع حقيقي كرتا أنت محاكرة هذا حقيقة ما هن وبين سل يرات صنع لهم واي كيري واجرت لكن كردا اسمها وحو دول ماها وحو ابن ماها محاكرة ذا وورك محاكرة ذا ورحمة الشيل كأي وضع واي قرسما إن أنا دولة بناي عيرو حق دلك الصوماليات هو وجي سل محاكرة يا توكل محاكرة ذا حق كاس محاكرة ذا كجيرة أجاز أودي لي بريجي سبيد عانله وعاد أطاو برشوتي وكمان دوس كنا سالة لقى المركا مشرتو سالة لقى المحاكرة دا خسارة دا المحاكرة أيجا صاد فيسبوك يا دكارك كم أيجا بل أو كلو دوسا من كارك كذا ما إذا ما الدولة أدوكتا هاي كوجيريو ده دجال كان يدنو شيء كرتو ترى ده وانت إذا ما الدولة دهنتي جبال ما كسوق بنينا لكن جيري واجرتا لا وعن واجرا الشباب دين عودة ترى ده جيري ده إذا ورا ما كيسا وكان أولي الكلية أفرتن إلا بإلا كنتميو محاكرة هذا كنتميو كترني رتي أو صاد ببراء بوشيد كاركتين بري رواب كسي دراد وعالك يكون قوين سألة لقد مركا محاكرة هذا خسار واجرا حق هذا آدي آدي على كل سبب ودكتو هايو عيدا بتاع كجرا محاكرة هذا عدي وير ومبا ما أبناني صدا وعي دمشي حتى يسي جبتنا ووسي دراد بركي واحد جبي وقوت كوين وقوت كوين وعيدا كحوبا وعيدا محاكرة كتوبر في عن قف دفاعي انتو صور كجبي وحيجي بي كل سوا ودريم كرتا معنا وعود محاكرة دا عن لغياس كرين سالة لغا مركا هد محاكرة ايغا محاكرة دا حالكاس ميدد كودي وعرين انا جبا وحاكو قرنسا ميدد كودي دا وعودي وعرين ويا ايه فريسي ما هلا ويرري معيدا مدى دولد او كلية ايا كسونا مساكو عمي سومنا ويكدا وين قبت ما عيدنا الدولة عيدنا الجيش إيش حقوق دلك الصومال الكلية هو واقعتي دي كان ندي حتى لو قدر قال مولي عيدنا مدي الدولة ده ياخد سكان ولا عيدنا هراء مستكبرين إلا شان كرشي عالولي يمحن كرة روح الجود ويا فرزولي إلا نور كان بن حبلي يروح على شتة يمحن كرة إلا نور كان إلا دار السلام يمحن كرة مبارك أجار كذا بلجوجا مرك عيدنا هراء مستكبرين وحنقنا هاي قدومي عبد القادر إن الشباب ماله أي وحوق بدينهين قبل كشاب الله هوس ay ka tirsan tahay fariisimo waaweyn ay ku leeyihiin deegaanana kamidana gobolkaasina ay gacanta ku hayaan howlgallo ayaa socday muddooyin ku dambeeyay siday suuragal u noqon kartay aad is leedahay in dadka ku nool gobolkaasi ay isugu gudbaan magaalooyinka kala duwan iyaga oo aan walwal ka qabin al-shabaab deegaanada al-shabaab ku sugan yihiin ciidamada dawladdu ay qabsadaan waa la taa mudane wari haddii kor shabaab kan maxaan ku raaba waa gacan ku rimiso maxaan ku raaba mashruuc waaye oo nimanka maxaa alqaacid iyo daacish ay wadaan waaye wiilashan Soomaaliyeed oo maskaxda laga qalday oo dabka lagu soo shubaayo oo waxayna tabar u hayna runtii waa wax hooyo maxaan ku raaba hooyo qablantay maanta wax meedid balqan meesha gobolka Shabeelle hoose waxa koos gareey in nimankan ama wax sabab ka dhigay in nimanka aanada dhigtaan gobol shabeelle waa gobolka ugu khayraad badan gobolka ugu dadka badan haddii caasimada soomaali laga soo tago waa gobol jinsiyadooda laga heli karo waa qof u eg pakistanad keli qof u eg masrad keli qof u eg yahuudad keli qof u eg maxaa ku jiraa spanishad keli qof u eg afrikaan maxaa ku jiraa sentral bujin badal bukaasa iyo juli senereedi faracoodiyad keli waxaad keli shanta soomaaliyeed kelisa geedaha cambaha iyo maxaa ku jiraa mooski iyo maxaa ku jiraa narjiinki iyo qumbaha iyo maxaa ku jiraa iyo mardaafki qofkii dhaxgal ilaa lanaanti macna waa meel oo nolosha maxaa ku leedahay isaani karto ay iska dhaaro inay ku dhuuman karaan laakiin waa ku go'een waxa tusaale ku ah maxaa ku leedahay nimanka alqaacida ugu khatarsanaa
وصومالي جوبي كل واحد كل أذن قبل شباب لوس سيدال أحمد هاني عبد الله فاصولي أحمد جودنيدي سيد بلال البرجاوي سيد محقق أبو قطاتي أبو جندلي أبو أيمني معلم برهاني زين أفغاني محقق رادس كلي نكل ليجي على جبل على جبل عنده يوم مسؤول الأمريكي وحصل كل محقق وح لم ذا محقق كل قبل شباب لوس كل أذن taasana tusaale ku ah macna in gobol shoolo ay andaha aanada dhigteen waa sax nimanka argagixisada maxaan ku argagixisada maxaan ku raali shabaab ayaa saaka aroortii 4ta subaxnimo ama 7:00 subaxii intaan salaada la gelin ka hor maxaa waxay weer hal mar ku soo wada qaadeen runtii degmada aw dhigle iyo deegaanka bariise iyo sabiidii caano leh hoobi ku soo weereen adigu kulay tahay halkaas maxaan ku raali kulay dagaal waa ka dhacay way yahay dagaalka waxa la leeyahay qasaare xoog leh ayaa ka dhashay maxaad noo sheegi kartaa mudanowri meel dagaal uu ka dhacay afka dagaala magaciisa maxaan ku raadaa shida meel dagaal ka dhacay qasaare iyo maxaan ku raadaa qasaare waa jira kulli tan maxaan ku raadaa qasaare xaggood uu badan yahay kala dhexsiisa warar aynu helnay waxay sheegayaan in ciidamada dawladda ay ka geeriyoodeen ku dhawaad 30 askari arinta ما ينوع حقيقي كرتها؟ أرنتا محاكورة دا حقيقة ماهن وبين سل يرات صانع لهم واي كيري واجر دا لكن كردا اسمها وحدو لهم ماها وحو ابن ماها محاكورة دا وورك محاكورة دا ورحمة الشيل كاي وضام واي قرسم بين النايو دولت بناي عدم الحقوق دلك الصوماليات هو وجي سل محاكورة يا توكلا محاكورة دا حق كاس محاكورة دا كجيرة aagaas awdhigli bariisii sabiidi caano leh oo aad u tababaran runtii kuma booskeenna ah saleeliga marka ma jirto saleeliga maxaan ku raadaa khasaarada maxaan ku raadaa ayaga saad facebookyada ka aragteen waa ayaga bal oo kale u daasan nimanka argagixisada ciidamada dowladda aad ogtahay ku geeriyooday dagaalkan aad noo sheegi karto tiradooda waa inta ciidamada dowladda runtii gadaal baan kasoo gudbinaynaa laakiin geeri waa jirtaa dhaawacna waa jiraa al-shabaab dhinacooda tirada geerida iyada war ma ka haysaa waa ka hayna awdheeg la kaliya 42 ilaa kontumeeyo maxaan ku raadaa kontumeeyan ka tirinay runtii oo saadba baraha bulshada ka aragteen berina waaba ka sii darad waa halkay ku go'een saleeliga marka maxaan ku raadaa khasaare waa jiraa xaggooda aad iyo aad yacni kulli sabab waad ogtahay oo ciidan sac ku jira maxaan ku raadaa ciddii weerar unbaa ma u badnaanaysa dhaawac iyo dhimasho hadday sii jabtana waa ugu sii daran tahay marka waxa jibi waa quwad ka weyn waa awood ka weyn waa ciidan ka xoog badan waa ciidan maxaa kuraa ka tababar fiican qof difaaci intuu soo weeraray ka jabay wixii jibi kulita waa dareemi kartaa macnaha waa awood oo maxaan ku raadaa aan la qiyaasi karin saleeliga marka maxaan ku raadaa iyaga maxaan ku raadaa halkaas meedadkooda ugu carareen inay jabeen waxaad ku garanaysaa meedadkoodii dhaawacooda ugu carareen waaya fariisimaha la weeraray ma ciidamada dowladda oo keliya ayaa ku sugnaa mase kuwa amisomna way ka dhawaayeen goobta maya ciidamada dowladda ciidamada geesiyaasha xoogga dalka soomaaliya keliya waa gartay deegaanadii hadda lagu dagaalamay weli ma ciidamadii dowladda ayaa ku sugan weli ciidamada horey u sikadeen oo ilaa shaangarri caanuuli iyo maxaan ku raada waxaa lagu dhowyahay farsooli ilaa dhulkan ban habli iyo waxaa lasa tagay maxaan ku raada ilaa dhulkaas ilaa Dar es Salaam maxaan ku raadaa mubaarak agagaarkeeda la jooga marka ciidamada horey ku sii kadeen waxaan ognahay gudoomiye Cabdiqaadir in al-shabaab meelaha ay ugu xoogga badan yihiin gobolka Shabeellaha Hoose ay ka tirsan tahay fariisimo waaweyn ay ku leeyihiin deegaanana ka midna gobolkaasina ay gacanta ku hayaan howlgallo ayaa socday muddooyin ku dambeeyey siday suuragal u noqon kartay aad isleedahay in dadka ku nool gobolkaasi ay isugu gudbaan magaalooyinka kala duwan iyaga oo aan walwal ka qabin al-shabaab deegaanada al-shabaab ku sugan yihiin ciidamada dowladdu ay qabsadaan waa la socotaa mudane weriye hadda ka hor shabaabkan maxaan ku raadaa waa gacan ku rimiso maxaan ku raa mashruuc waaye oo nimanka maxaa al-qaacidi iyo daacish ay wadaan waaye wiilashan soomaaliyeed oo maskaxda laga qalday oo dabka lagu soo shubaayo oo waxayna tabar u hayna runtii waa wax hooyo maxaan ku raadaa hooya gablantay maanta wax meedad balqan meesha gobolka Shabeelle Hoose waxaa koosgareeyey in nimankan ama wax sabab ka dhigay in nimankan candhada dhigtaan gobol Shabeelle Hoose gobolka ugu khayraad badan gobolka ugu dadka badan haddii caasimada Soomaaliya laga soo tago waa gobol jinsiyadooda laga heli karo waa
قف واق باكستان تكيلي قف واق مصر تكيلي قف واق يهود تكيلي قف واق محاكرة ذا إسبانيا تكيلي قف واق أفريقان محاكرة ذا سنترال سنترال بديم بدل بوكاسا جولي سنيري فرق أوديا تكيلي واحد كي شفت الصومال تكيلي سا جيدها عم بها يا محاكرة يا ماسك يا محاكرة ذا النرجين كي قم بها هي يا محاكرة ذا يا مرتافتي قف كي بحق اللي لنانتي معنا ومال نرشر محاكرة ذا إساني كرتو أي إسكندر إني كله من كران لكن وهم جوئين واحد تصالحوا محاكم اللي مثل القاعدة وخطر سنة وصومالي جوي كل واحد كل هذا نقول شباب لص سيدال أحمد ثاني عبد الله فاصولي أحمد جودنيدي سيد بلال البرجاوي سيد محاكم أبو قطاتي أبو جندلي أبو أيمني معلم برهاني زين أفغاني محاكم هذا اللي نك اللي جالس على جبل على جبل عنده هي محاكم مسؤول الأمريكي وحاس أنا كل محاكم وح لمده محاكم كل قول شو لص كل عباد خاصة أنا توصل أقوى معنا إن قول شو لص عنده عنده الإكتئاب.